يريد جماني سوانسون الذي تبلغ قامته مترا وثلاثين سنتيمترا أن يدخل تاريخ كرة السلة. أريد أن أكون أول قزم يحترف كرة السلة. شاطئ فينيس لوس أنجلوس. بعد بضعة ساعات فحسب سيلعب جماني مباراة حياته أمام مستكشفي المواهب لرابطة المحترفين. أشعر بالتوتر لكنه توتر مشوق. سيكون هناك الكثير من الناس، سيسعى الكثير من اللاعبين للنيل مني، وسيكون هناك مستكشفون. كلما فكرت في الأمر شعرت بالتوتر أكثر. في الملعب تتجمع الحشود ويزداد الضغط على جماني ليلعب مباراة قد تغير حياته. هيا يا رجل هيا، ماني لوف المدهش. ابقوا معنا حضرات السيدات والسادة، هذه هي مباراتنا التالية لليوم. يقود جماني العرض اليوم، سنلعب بقوة وسنكون أقوياء. هل أنت متوتر؟ لا لا أتوتر أبدا، لست متوترا. بين الحشود يحوم المستكشفون وهم متعطشون للاعبين الجدد لتعزيز صفوف الرابطات المحترفة في العالم. أبحث عن لاعبين حاليا، أحدهما لاعب أحاول أن أجنده ليلعب في فرقة معينة، وهناك رجل آخر أثار اهتمامي. رأيت أشرطة له اسمه ماني لاف كما نسميه. لقد رأيت أشرطته، المهم هو أن يدافع عن الكرة، لا يتعلق الأمر بالهجوم فحسب بل بالدفاع، لأنك حين تكون بتلك القامة يستغلك الكثيرون. تبدأ اللعبة الآن، إنها لعبة حماسية، وها هو ماني لاف يتقدم، انظروا إليه. ليست أكثر البدايات إثارة للاهتمام، بعد أن فقد السيطرة على الكرة على جماني أن يعمل جاهدا ليثير أعجاب المستكشفين. ماني يتقدم، وها هو، انظروا إليه، إنه يتقدم ويسجل، هذا رائع. أراد الله أن أكون هكذا لسبب ما، لقد نلت رضاه. جماني يقضي على الأفكار المسبقة، عليكم أن تشاهدوا هذا. يسترجع ماني الكرة، ماني نجح باستعادة الكرة، ماني ماني. كرة السلة هي مسرح، حين أكون على المسرح أنا راقص، لا أبالي بمن يجلس على المقاعد وبمن يراني، أنا راقص. إنه يلهم الناس كلما دخل الملعب، يحب الناس رؤيته يلعب، أعتقد أنه بطل وقائد. قد يكون قصير القامة لكن قامته طويلة في الصميم. ماني لاف، وهو يقع على الأرض، ها هو يشن هجوما على خصمه، ماني الخارق. جماني هو أسرع شبان على الملعب نظرا لطريقته في التحرك ووجوده بالكامل. إنها مباراة شرسة رغم وجود لاعبين محترفين في الفريق المنافس. يبدو أن هذا الرجل موجود في كل فرصة. ماني لاعب مميز. لكن بعد 48 دقيقة انتهت المباراة، خسر فريق جماني بفارق نقطتين، ومع أنه أحسن اللعب إلا أن ذلك لم يكن جيدا ليثير اهتمام المستكشفين. يعج العالم برابطات كرة السلة، وأنا واثق من مستوى موهبته العالي، أعتقد أنه في مكان ما بالعالم هناك مكان لرجل مثله. قد لا يكون ملائما لـ NBA أو لـ NBDL بسبب قامته فحسب، لكنه يملك القلب وهذا ما تحتاجون إليه. إن كنتم تملكون القلب فقد يحصل أي شيء. أقدر هذا وأعتقد أننا أفضل منهم، لقد تفوقوا علينا. لم يتم اكتشافي اليوم، لكنني سأحصل على فرصة أخرى. لن أتخلى عن حلمي ما دام بوسعي السير ولعب هذه اللعبة. لن أتخلى عن حلمي أبدا، قد يتحقق حلمك في أي وقت. الفرص ليست لمصلحتي، لكن مع موسم كامل قريبا سيعود المستكشفون وكذلك جماني سوانسون. إن كنتم بارعين في شيء ما أثبت إلى العالم مدى براعتكم، لأنهم يتوقعون أن تختلقوا عذرا. في سيرك الأقزام السبعة في البرازيل يستعد ويلينغتون لأول أداء علني له لعرض سحري جديد بالكامل. يأمل أن ينعش مبيعات التذاكر ويؤمن مستقبل أعمال عائلته للجيل التالي. هذا العرض مهم جدا بالنسبة إلي، لأنه شيء أردت أن أقوم به منذ وقت طويل. إنه حلم وسيتحقق اليوم.
هذا مهم جدا بالنسبة إلينا جميعا، بالنسبة إلي وإلى ويلينغتون وإلى الفتيات، وكذلك ردة فعل الحضور حيال هذا الخليط من أعمال التهريج والخدع. آمل أن تكون ردة الفعل إيجابية جدا. سنبذل كل ما بوسعنا لنجعل العرض رائعا. بعد مشاهدة العرض لهذه الليلة، سيقرر مديرا سيرك تشارلز وجيلبرتو سواء سيكون العرض جيدا بما يكفي ليظهر بشكل دائم في السيرك، لكن عرض ويلينغتون الذي سيقدم في نهاية الاستعراض يواجه انتظارا يثير توتره. أنا متوتر جدا. أنا أرتجف لأن خالي جيلبرتو يجلس هناك بالأخص. يجلس الخال جيلبرتو هناك في المقعد الأمامي. رحبوا بلاعب الخفة الشهير الذي سيقدم لنا عرضا مذهلا هذه الليلة. ليس التصفيق الحار الذي كان يسعى له، لكن هل سيفي عرض ويلينغتون الأخير بالغرض؟ بسرعة. مهلا، أقفل هذا يا راكيل. هل يمكنك التحقق من قفل الأصفاد؟ أحضر المفاتيح يا تاليا، أحضر المفاتيح، إنها على الطاولة. واحد، اثنان، ثلاثة. رائع، إنه لعرض رائع. هذا رائع، هذا رائع أيها الرفاق، كنا رائعين. كان ذلك أشبه بصدمة، كنت متوترا. لم أنظر إلى خالي جيلبرتو لئلا أشعر بتوتر إضافي. آمل أن يكون ذلك العرض قد أعجبهما، لأنه إن لم يعجبهما فسيكون كل شيء قد ذهب سدى. إنه اليوم الأخير لسيرك الأقزام السبعة في البلدة. اليوم عليهم أن يحزموا أمتعتهم ويسافروا إلى المدينة التالية، آملين أن لا يكون أي سيرك منافس قد سبقهم إلى هناك. قبل رحيلهم استدعي ويلينغتون وأبناء أعمامه إلى مقطورة تشارلز وجيلبرتو للإصغاء إلى رأيهما الصريح بعرض البارحة. تعال معنا. كنا نجلس هناك ونفكر في عرضك وفي الأزياء وفي الخدع. كنت أبحث مع تشارلز منذ الأمس، ولقد فكرنا في ذلك مطولا، حللنا ذلك بدقة، حللنا الأزياء وتناقشنا كثيرا أيضا. نعم كثيرا. نعم تناقشنا وتوصلنا إلى قرار، لن نبقي على العرض، لكننا سنستثمر في عرض أكبر لنروج لك، لأنك بارع، جميعكم بارعون. نحن نثق بكم حقا، ونثق بأن لديكم مستقبلا رائعا.
لا يزال أمام ويلينغتون طريق طويلة ليصبح ساحرا ملفتا، لكن ما حققه إلى الآن قد تكون الخطوة الأولى الملفتة لتأمين مستقبل عائلة السير. إن كان هناك أي مكان أفضل من بيندوراما فأنا لم أجده أو لم أسمع به. ذلك المكان رائع جدا. كان جدي من أفضل المهرجين بالعالم. هذا هو حلمي، أحب كوني مهرجا، وفي مرحلة ما سأخلف بصمتي. هذا الجيل الجديد الصاعد سيكون مالك السيرك بالمستقبل، سيكون المسؤول، وسنرحل في مرحلة ما، سيكون مستقبلهم رائعا. أنا واثق من ذلك حتما، بأن هذه المهنة تجري في دمهم.